عبد الرحمن بن عجلان منك اللي يراده يا ورمي وقال وحو يري بتوان بري عند الربيع ربيع بان أكبر ليلة هبين يا الله صحيح ليبود. فلما أيقن مركو يقيني أني أنه دخلت في النوم هردد إن أنقل مركو روح صحيحان يسكد هيا أن صحيحان مركو يسكد وجد مركو أقعد إن أنصح لي قام هو استاغ يصلي حاله تكون يصلاة بو بالله. فقرأ وحو بالله قوله إلهي قول كيسي أيو أغري جل وعز أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا صالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. سورة الجاثية آيات كملة أيو مركب الله أم حسب الذين كوهم وحي أم لينيين اجترحوا السيئات ارتكبوا واكتسبوا السيئات كو حمانة كسبري حمانة يعني دنبق كريو ما وحي أم لينيين أي ملايين أن نجعلهم إنا كيلين كالذين كوي وكلا آمنوا إيمان كالليهم وعملوا صالحات عمل كوناكسنا ليهم سواء محياهم ومماتهم نولشو دي يجيردو دي إنا اسكمتها المساسة أم ملايين تذكوان وناكسنا إيمان كي عمل كصالحة ليهم يكوى الدنوب تسمعين أيو نولشو دي يجيردو دي إنا اسكمتها المساسة أم ملايين ساء ما يحكمون بإله إليه وحا أي حكمان أي ملايين إلي إسكو من نقونا يعني أو ملايين كاسا حمالي إسكو من نقونا يعني نولشان الدنيا دانا ويكوكا لدوينيهين تتكوان واناكسان نولش في عمبا إلهي وبلنقال نولش في عمبا إلهي وبلنقال آخر هدين لقارنا دي ثواب يدرجاء يخير با إلهي وبلنقال كالنا دي عقابة بكور ريسوي ساء ما يحكمون آيات داسو مركا أغنى يا فما كثوون هذه ليلته هبين كيسير دان يسلي بها آيات داسو كتكني هبين كوردان آيات دكوع العلنية يبدأها وبلابيا ويعيدها وسوع العلنية حتى ضلع عليه الفجر إلا فجر كوكد العوض هبين كوردان آيات داسو قيام يعني أركو بأسر وحال دون يعني قيام كي يضع على هبين كي وحال لوجه ذا وح إلهي أدود وات عرشي ذا ولوجه ذا مارك القرآن كبدنان تيسي إيران تيسوا اسكمت هل آيات هدا تأثر إيا خدشو إيا يعني قلب جلع كهسو way kugu filantahay way ka kaafinaysaa ay ka fadli badan tahay intaas oo jidood waxba ku taasnin qalbiga uu ku taasnin aad akhrisay ka fadli badan tahay